ما فكرتش ليه السكر بيغلى؟ طب في وسط أزمة السكر دي الحكومة كانت إيه إجراءاتها؟ وليه السكر مع كل الأزمات اللي بيمر بيها يدخل بورصة لأول مرة؟ ويا ترى مصر فيها مخزون استراتيجي من السكر ولا لأ؟ أنا هجاوبك على كل الأسئلة دي، بس خليك معانا في الفيديو ده للآخر. أنا مريم مجدي ويلا بينا نبدأ. صحيح الحكومة بتعمل اللي عليها عشان تحد من رفع أسعار السلع الأساسية واللي منها السكر، وده كان من خلال القرارات اللي هي بتاخدها، وكان السكر ابتدت أسعاره تتراجع خلال الفترة اللي فاتت، إلا إن ابتدى سعره يعلى من تاني. لكن يا ترى إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ وليه سعر السكر رجع تاني يعلى في الأسواق؟ زي ما أنتوا عارفين إن أصحاب المصانع الكبيرة بياخدوا كميات كبيرة من السكر علشان يستخدموه في منتجاتهم، وده طبعاً كان سبب كافي إنه يقلل المعروض منه في الأسواق ويرفع سعره جداً في الأسواق المحلية، وده حسب حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة اسكندرية. لكن ده ما كانش السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السكر. طب يا ترى إيه السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعاره؟ كشف اللواء عصام الدين البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين عن السبب لده، وقال إن احتكار التجار في السوق المحلي للسكر بأنهم يخزنوا السكر ويرفعوا سعره، وده حسب ما نشرت صدى البلد. طب يا ترى الحكومة عملت إيه علشان تحد من مشكلة الاحتكار؟ قررت الحكومة إنها تدخل السكر البورصة المصرية لأول مرة عشان يقلل من عملية احتكار السكر في السوق المحلي، وده الكلام اللي كشفه اللواء عصام الدين البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، وقال كمان إن الشركة بتدرس طرح حوالي 88 ألف طن سكر أبيض في البورصة المصرية للسلع، وده خلال 2024. وأكد البديوي في تصريحات إعلامية إن الكمية المستهدف طرحها في البورصة بخصوص السلع واللي منها السكر هتكون من فائض الإنتاج للشركة اللي بيتم توريده لصالح البطاقات التموينية. طب هل ده السبب الرئيسي من طرح السكر في البورصة؟ قال البديوي إن الهدف الرئيسي من خطوة طرح السكر في البورصة هي محاولة السيطرة على جنون أسعاره غير المبررة، وأكد كمان إن السكر متوفر بالشركات، وقال برضو إن في كميات من السكر المستوردة متعاقد عليها في طريقها للسوق المحلية، وقال برضو إن تعطيش السوق من سلعة السكر علشان ترفع سعره ده شغل تجار وملوش علاقة بالسكر اللي موجود ولا تكلفة إنتاجه الحقيقية. طب يا ترى حجم السكر المحلي قد إيه تقريباً؟ حسب ما نشره موقع صدى البلد فبيوصل حجم الإنتاج المحلي من السكر لحوالي 2.9 مليون طن سنوياً، وبيبلغ حجم الاستهلاك حوالي 3.3 مليون طن. كمان حسب ما نشر موقع فيتو كشف تقارير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالي إنتاج مصر من محاصيل السكر سجلت 30 مليون و6000 طن سنة 2022، وده مقابل 25 مليون و62 ألف طن سنة 2021 بنسبة زيادة 17.3%، وكمان بلغ نصيب الفرد حوالي 5.6 كيلوغرام. طب يا ترى سعر السكر كام دلوقتي؟ حسب ما نشر موقع فيتو فسعر طن السكر الأبيض حوالي 20 ل21 ألف جنيه، أما سعر السكر للمستهلك فهو بسعر 27 جنيه. صحيح في جشع من التجار وكل حاجة، لكن الحكومة بتبذل كل مجهودها علشان تقدر تقلل من الأزمة. أنت بقى قول لنا السكر عندك بقى بكام النهاردة؟ وإيه رأيك في الإجراءات اللي خدتها الحكومة عشان تقلل احتكار التجار في السوق؟ هنستنى رأيك في التعليقات.